نعاود نشوف العرض غيلان وعنده نفس القوة ونفس المفعول ونفس الإيموسيون ونفس العمق فيما حدث لتونس وما نريده لتونس. الافتتاح تم كما كنا نأمله كما كنا نتمناه، يعني إقبال محترم وجمهور مفعم بالفرحة في شوارع مدينة تونس في شارع حبيب بورقيبة من 10 متاع الصباح. ضيوف المهرجان من الخارج معناتها يثمنوا مراسم الافتتاح، والكثير معناتها من الفنانين شافوا فيه إضافة، والحمد لله احنا فرحانين سعداء بأن تمت مراسم الافتتاح في ظروف طيبة. برنامج الأيام منوع، فيه مشاركات تونسية، فيه مشاركات عربية أفريقية وعالمية لأول مرة، مسرحيات سورية ممتازة من لبنان ومن مصر ومن الجزائر ومن المغرب، ونحب ننوه خاصة بمئوية المسرح المغربي اللي باش نحتفيوا بها سنة في تونس بشكل خاص وبحضور مغربي مكثف. اليوم تقريب أنجح سيريموني بتاع افتتاح في تونس من 15 ولا 20 سنة. يظهر لي كان فيها كل شيء، معناها كان فيها الميزانسين، كان فيها الضوء، كان فيها الحضور الركحي، كان فيها الضمار، كان فيها الكتيبة، كان فيها التمثيل، كان فيها الروح، كان مؤثر جدا. il y avait de l'émotion ce qui n'est pas donné وماهوش سهل انه تنجح انك تاثر في المتفرج وتلعب على عواطفه وعلى احاسيسه في حفل افتتاح. جدت عليها فلوس باش تولي سويسرا ولا هكا.